صفا بالقدرة وبالعلم المطلق واللانهائي. إن الإنسان عندما يتأمل أي كائن حي في الطبيعة يرى مدى عظمة الخالق، فكل كائن حي من ملايين الأحياء الموجودة في الطبيعة أنموذج من نماذج الفن الرائع والجمال الفني البديع، فهذه الأحياء تشير إلى خالقها وتعرفنا به وتشير إلى الله تعالى رب العالمين وخالق السماوات والأرض وما بينهما، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لقد أظهر جميع العلماء أن السيناريو التي وضعتها نظرية التطور من أن جميع الأحياء ظهرت من المواد غير الحية عن طريق الصدف سيناريو تصادم الحقيقة، كما أظهروا عدم وجود أي آلية تستطيع القيام بتحويل الكائن ذي الخلية الواحدة إلى كائن معقد ومتعدد الخلايا، ثم تنويع هذه الكائنات الحية إلى ملايين الأنواع. قدم داروين آلية واحدة فقط للتطور وهي الانتخاب الطبيعي، ويمكن فهم الأهمية التي علقها على هذه الآلية من عنوان كتابه أصل الأنواع عن طريق الانتخاب الطبيعي. ويستند الانتخاب الطبيعي إلى فكرة بقاء الكائنات الأصلح والأكثر تلاؤماً مع الظروف الطبيعية المحيطة بها، وكمثال على هذا فإن الأيل أو الغزال الذي يستطيع الركض بشكل أسرع ضمن القطيع المهدد من قبل الحيوانات المفترسة يستطيع البقاء في الحياة، وهكذا فإن القطيع بعد مدة سيتكون من غزلان أقوياء وسريعين. ولكن هذه الآلية لا تستطيع تطوير الأيل أو الغزلان ولا تحويلها إلى نوع آخر من الأحياء إلى الخيول مثلا. كل ما يستطيعه الانتخاب الطبيعي هو تصفية الأحياء الضعيفة والمريضة أو ذات العاهات، ويؤمن استمرار النوع وبقاءه وصحته. لذا فالانتخاب الطبيعي
لا يملك آلية تطويرية. كان داروين على وعي بهذه المشكلة، لذا نراه يذكر في كتابه أصل الأنواع: ما لم تحدث تغيرات مفيدة فإن الانتخاب الطبيعي لا يستطيع عمل أي شيء. تأثر داروين في موضوع التغيرات المفيدة بعالم الأحياء الفرنسي المعاصر له لامارك، الذي كان يعتقد أن التغيرات والخواص التي تكتسبها الأحياء في أثناء حياتها تنتقل إلى أنسالها وذرياتها. وكان لامارك يعتقد أن هذه الخواص المنقولة تتراكم من نسل إلى نسل ومن جيل إلى جيل، وأنه يتم اختيار المفيد من هذه الخواص مما يؤدي إلى ظهور أنواع جديدة. وأعطى لامارك الزرافة كمثال، إذ زعم أنها تطورت من الغزال نتيجة قيام الغزلان بمد أعناقها لأكل الأوراق العالية من الأشجار، مما أدى إلى تطويل أعناقها من جيل إلى جيل. كما كان لامارك يرى بأنه إن تم القيام بقطع أيدي أفراد عائلة ما طوال عدة أجيال، فإن أحفاد تلك العائلة ستولد بعد زمن معين دون أيد. أما داروين الذي تأثر من هذه الأمثلة فقد قدم ادعاءات أكثر جرأة، فقال في كتابه أصل الأنواع بأن الدببة التي كانت تحاول الاصطياد في المياه تحولت فيما بعد إلى حيتان. هذا علما بأن لامارك وداروين كانا على خطأ، ذلك لأن ما ادعياه كان مخالفا لأهم القوانين البيولوجية، لأن علوما عديدة مهمة كعلوم الجينات والماكروبيولوجي والكيمياء الحيوية لم تكن موجودة آنذاك، كما لم تكن قوانين الوراثة معروفة. وكان لامارك وداروين يعتقدان أن الصفات الوراثية تنتقل عن طريق الدم. وفي هذا الجو من التخلف العلمي في ذلك العصر، فإن سيناريوهات نظرية التطور المستندة إلى الخيال الخصب والبعيدة عن الحقيقة لم تثر اعتراضات جادة، بل وجدت دعاوى داروين أصداء واسعة. ولكن داروين كان قلقا، لأنه كان على وعي بالأسس الضعيفة والواهية لنظريته، لذا نراه يقول في الفصل المعنون بمشاكل النظرية من كتابه ما يأتي: إن تبينت استحالة تكون عضو معقد نتيجة لتراكم تغيرات صغيرة فإن نظريتي ستنهار لا محالة. تحققت مخاوف داروين بعد سنوات قليلة من وفاته، فقوانين الوراثة التي اكتشفها عالم النبات النمساوي جورج مندل هدمت آراء وادعاءات داروين ولامار بشكل واضح وصريح. وقد أثبت علم الوراثة الذي تقدم كثيرا منذ بداية القرن العشرين بأن الصفات المكتسبة لا تورث، بل تورث الصفات الموجودة في الجينات فقط. وهكذا فقد تبين بأن الزعم بأن الصفات المكتسبة في أثناء الحياة تنتقل من جيل إلى جيل وتكون سببا في تكوين أنواع جديدة شيء مستحيل. ولهذا السبب فإن آلية الانتخاب الطبيعي التي قدمها داروين كآلية مهمة لا تستطيع نقل أي تغيير، أي إن الانتخاب الطبيعي لا يملك أي قدرة تطويرية. إذن فإن نظرية التطور التي قدمها داروين سقطت وانهارت في بداية القرن العشرين.